حديثنا عن أوضاع اللاجئين الفلسطينيين هناك، التحديات والأزمات والمحطات المهمة التي مرت عليهم خلال عام 2022. حديثنا مع سامي حمود مدير منظمة ثابت لحق العودة، ينضم إلينا من لبنان. أهلا وسهلا بك أستاذ سامي. السلام عليكم، الله يعطيك العافية. الله يعافيك، يا هلا. يعني بداية حدثنا كيف مر عام 2022 بشكل عام على اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات اللجوء في لبنان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. فيما يتعلق بأوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، لا شك أن الأزمات يعني متتالية ومتتابعة وتمر السنوات دون أي حلول أو معالجة لهذه الأزمات. ولا شك أن الأزمات الإنسانية التي يعيشها شعبنا الفلسطيني ليست وليدة اللحظة أو وليدة. هل تسمعنا أستاذ سامي؟ ما يسمى الأولية. نعم نعم نعم، تفضل أكمل. ألو، أكمل تفضل. إيه. فهذه الأزمة ليست وليدة المرحلة الحالية، أزمات التي يعيشها شعبنا الفلسطيني ورافقت مرحلة اللجوء منذ النكبة حتى يومنا هذا، في عدم معالجة للوضع الإنساني من قبل الدولة اللبنانية فيما يتعلق بإقرار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. ولا شك أن يعني حدوث الأزمة السياسية والاقتصادية والمالية في لبنان مؤخرا بعد يعني حراك ما يسمى 17 أكتوبر واندلاع الثورة وثم الأزمات الاقتصادية المتتابعة أثرت بشكل كبير جدا على الأوضاع الإنسانية لشعبنا الفلسطيني. ويعني بطبيعة الحال أن شعبنا هو جزء من هذا النسيج الموجود في لبنان ومكون أساسي، يعني من يعني يتأثر بحكم طبيعة الحال بالأوضاع الاقتصادية والمالية التي يعيشها لبنان. نعم. وبالتالي وهو يعتبر يعني ركيزة رخوة نتيجة أن هذا اللاجئ محروم من أبسط الحقوق الاقتصادية والاجتماعية المتمثلة بحقه في العمل أو حقه في التملك وغير ذلك. فأكيد انعكست الأوضاع سوءاً، وللأسف أن القائمين أو الجهات المسؤولة عن يعني حياة اللاجئين أو شؤون اللاجئين بشكل مباشر ورئيسي، وكالة الأونروا، لم يعني تتعامل بجدية مع الأزمات الإنسانية وتركتها تتراكم وتتفاقم سوءا ودون أن تتدخل بشكل قوي، وإنما بقيت مساعدتها بشكل روتيني، أو بل أنها يعني بعض الخدمات تراجعت وقلصت منها. نعم، طيب دعنا نتحدث يعني بشكل مفصل أكثر عن طبيعة الأوضاع الاقتصادية في لبنان. العام الماضي كان صعب أصلاً على لبنان برمته. هذه الأوضاع أو تدهور الأوضاع الاقتصادية كيف أثر فعلياً على اللاجئين في لبنان؟ هناك أكثر من مسار للتحديات أو الأزمات التي يعني تأثر بها شعبنا كان على المستوى الاقتصادي والمالي، وخصوصا عندما نتكلم مع تدهور الليرة اللبنانية ويعني أمام الدولار وتسجيل يعني فارق في الصرف كبير. هذا أكيد أثر بشكل كبير على القدرة الشرائية للمواطنين وأيضا اللاجئين الفلسطينيين، إذ أن يعني غالبية العمالة الفلسطينية في لبنان، إن كان هناك يعني نسبة من الذين يعملون بمهن وحرف وخصوصا في مجال الزراعة، يتقاضون يعني ما يمكن احتسابه حوالي دولارين أو دولارين فاصل نص إزاء هذا يعني الغلاء المستشري. نعم. الأمر الثاني أن بعض العمال الفلسطينيين خسروا وظائفهم نتيجة هذه الأزمة. بعض المحلات أغلقت، فبالتالي الموظفين أو العمال الفلسطينيين تم تسريحهم.
ايضا كانوا يتقاضون اجرا فيتقاضونها بالليره اللبنانيه، وبالتالي الرواتب او الاجور هي متدنيه بشكل كبير. ايضا المساله الاخرى تتعلق في غلاء المستوى او المواصلات او النقل، فبالتالي اثرت ايضا على المعاش او الرواتب. المساله الاخرى انقطاع الكهرباء بشكل عام في لبنان اثرت على المستوى موضوع فاتوره الاشتراك او الكهرباء المولدات. بعض العائلات اضطرت ان تقطع هذا الاشتراك نتيجه غلاء الفاتوره. ايضا غلاء الوقود بشكل عام اثر بشكل كبير على الحياه المعيشيه. هناك ايضا مستوى التعليم، نعم موضوع الاقساط الجامعيه ايضا تغيرت، يعني نسبه الصرف او الدفع لهذه النفقات، فاصبحت حسب الصيرفه، نظام الصيرفه، وبالتالي بعض العائلات اضطرت ان اما ان يعني توقف او ابنائها من التعليم الجامعي او الاستدانه من اجل ان تدفع اقساط اولادها. ايضا في موضوع غلاء على مستوى العلاج والادويه، ايضا يعني هناك عائلات كثيره تضطر ان يعني تجمع تبرعات من اهل الخير وبعض المؤسسات والجمعيات لسداد كلفه العلاج. فهذا بشكل عام الصورة التي يعني يعيشها شعبنا الفلسطيني بمرارة في أيامنا هذه. طيب الآن يعني أستاذ هناك سامي، على مع مستوى البرد، الآن مع البرد اللاجئين ببساطة شديدة كيف بتدفوا في المخيمات مع البرد، وأصلاً ما في مازوت وما في بنزين في لبنان؟ صحيح، وخصوصا أهلنا اللاجئين في مخيمات البقاع والجليل، خصوصا ان هذه المنطقه منطقه مثلجه وبارده جدا في فصل الشتاء، ومضطرين ان يؤمنوا يعني ماده المازوت نعم للتدفئه وتشغيلها بشكل 24 ساعه، ونعلم ان الوقود يعني باسعار مرتفعه جدا، فبالتالي يعني هنا تتدخل الجمعيات وبعض اهل الخير لمساعده اهلنا في منطقه البقاع لتامين ما تيسر من ماده المازوت من اجل التدفئه. ايضا في بعض المخيمات الاخرى يعني هناك بعض المبادرات من جمعيات وغيرها من المؤسسات في تقديم الثياب او حتى يعني الافرش، يعني الاحرامات وغيرها، من اجل يعني التدفئه لبعض العائلات الفقيره والتي تحتاج يعني والتي ليس لديها اشتراك كهرباء لتشغيل نعم يعني التدفئه وغيرها. طيب يعني هناك ازمه انسانيه يعني متراكمه متشابكة. نعم ومتفاقمه متشابكه. نعم طيب سامي، دعنا ننتقل إلى جانب آخر فيما يخص الهجرة غير الشرعية، كان لها نصيب من حياة اللاجئين في العام الماضي، دعنا نلخص كيف أثرت على أوضاع اللاجئين في لبنان. فيما يتعلق بموضوع الهجرة غير الشرعية، أيضا هذه الهجرة هي نتيجة الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها شعبنا، فبالتالي ليس هناك مقومات صمود وحياة، فبالتالي وعدم وجود فرص عمل للشباب وعدم وجود يعني بيئة حاضنة تمكين الشباب من أن يبقوا في هذه المخيمات، فبالتالي جزء كبير من الشباب يتطلع نحو الهجرة غير الشرعية، وإما من خلال قوارب الموت أو من خلال بعض يعني المسارات الأخرى. ولكن المسار المفتوح حاليا هو يعني الركوب قوارب الموت من خلال بعض السماسرة الهجرة، نعم وشهدت منطقة طرابلس وخصوصا مخيم نار البارد يعني حادثة أليمة، خصوصا غرق مركب الموت الذي كان يعني أكثر من 200 شخص على متنه، وتسجيل ما يقارب حوالي 33 شخصا ضحايا من مخيمات لبنان، من خصوصا الغالبية من مخيم نهر البارد. نعم هذه الكارثة الإنسانية هي نتيجة الظروف والحياة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني، فبالتالي الهجرة لم تتوقف، لم تكن هي الأولى مركب النهر البارد أو مركب طرابلس،
وإنما يعني كان هناك يعني حملات أو موجات هجرة بدأت خصوصا بعام 2016 بشكل كبير، خصوصا مع يعني التقليص الأكبر لخدمات الأونروا، ثم يعني الأزمات الاقتصادية التي لحقت في لبنان خصوصا بعد عام 2019، ثم حتى يومنا هذا نشهد موجات من الهجرة الغير شرعية نتيجة الأوضاع الاقتصادية المتفاقمة والأزمات التي لا نعم، تزال يعيشها لبنان وتنعكس بطبيعة الحال على أوضاع شعبنا الفلسطيني. فيما يخص جانب الأونروا أيضا كان له تأثير كبير، يعني عام 2022 و21، يعني أيضا دعنا نلخص الوضع للمشاهدين. تمام، فيما يتعلق بخدمات الأونروا وواقع الأونروا، للأسف الأونروا تنتهج سياسة تقليص الخدمات، أو هي بين قوسين تعتبر حالها أنها يعني عملية ترشيد الإنفاق أو يعني التقشف في المصاريف، لأنها تعاني من أزمة تمويل وعدم وجود وعجز في ميزانيتها بشكل سنوي، فبالتالي تضطر إلى تقليص بعض الخدمات أو ترشيد بعض الإنفاق، وهذا الأمر يضر بواقع شعبنا الإنساني على المستوى إن كان الخدمات الإنسانية الصحية والتعليمية والتشغيلية، وأيضا بعض الخدمات الأخرى التي تقدمها من برامج شؤون اجتماعية أو برامج العصف الشديد. هذه البرامج تتأثر بالسياسة التي تنتهجها الأونروا، ونحن بشكل عام في لبنان الواقع الإنساني أو الواقع الاقتصادي يحتم على الوكالة أن تزيد من حجم الخدمات بسبب ازدياد حجم الاحتياج عند اللاجئ الفلسطيني. فبالتالي منذ بداية الأزمة عام 2019 الأونروا أكثر من جهة طلبتها، مؤسسات وفصائل وقوى شعبية طالبت الأونروا بإطلاق خطة طوارئ شاملة إغاثية وصحية وتعليمية، للأسف لم تتجاوب باستثناء مؤخرا بال2022 في هذه السنة أطلقت خطة، ولكن هذه الخطة نحن نعتبرها خطة يعني فارغة المضمون، لأننا لم نلمس أي تغير أو تحسن أو زيادة في المساعدات التي تقدمها الأونروا باستثناء مساعدات نقدية يعني بين الفترة والأخرى محدودة ولا تغير من واقع الحال شيئا. نعم، وللأسف أن وكالة الأونروا أعلنت في آخر تقرير لها على لسان المفوض العام أن نسبة الفقر في مقيمة اللاجئين وخصوصا في لبنان وصلت إلى معدلات عالية، وخصوصا في لبنان إلى ما يقارب 93%. فبالتالي أعلنت أن هناك حالة من الفقر بشكل عام في مخيمات لبنان، ولكن في المقابل لم يعني نشهد أي إعلان عن برامج يعني نعم تحسن أو تخفف من مستوى الفقر في مخيمات لبنان. نعم فبالتالي هناك يعني مطالب كثيرة يعني إن كان على مستوى المؤسسة. نعم أستاذ سامي، يعني ربما إن شاء الله في حلقات قادمة نتحدث أكثر عن دور عذرا دور منظمة ثابت لحق العودة في الحد من صعوبة أوضاع اللاجئين في لبنان. شكرا للأستاذ سامي حمود.